طيب نرجع تاني بان لم نتوقف عند هذا الحدث، ارجع تاني لكيفيه بدء المفاوضات، وهل وجود نجم كبير، ده سؤال لازم نساله، هل وجود نجم كبير زي الكابتن محمود الخطيب؟ لان الحقيقه بالنسبه للكثير من المصريين ومن الاهلاويه تحديدا كانت مفاجاه في وجود بيتسو موسيماني كمدير فني، كاول مدير فني افريقي متواجد في النادي الاهلي، فكانت حاجه كبيره جدا وحاجه مهمه جدا. استقبلت المفاوضات ازاي؟ ولو تقدر تشرح، طبعا انا عارف في حاجات ينفع تتقال ولا، ولكن الحاجات اللي تقدر تقولها لنا في موضوع المفاوضات حصلت ازاي ودور الكابتن محمود الخطيب. No, I mean, President Khatib played football. كابتن خطيب لعب كرة القدم. He's a legend of Ali. ده أسطورة الأهلي. Even when I sit with him to talk. حتى لما بقعد معاه بتكلم معاه، نتكلم كتير عن الفرقة، ما حدش يعرف ان احنا بنقعد نتكلم كتير مع كابتن الخطيب، واتكلمت معاه النهاردة حتى. I speak to him all the time. وبتكلم معاه على طول. And we have a common understanding. وعندنا يعني عندنا نقاط فهم مشتركة بيننا وبعضنا. He's not too emotional about too many things. هو مش متحمس في حاجات كتيرة جدا. He loves the club. لأنه هو بيحب النادي، هو طبعا بيحب النادي، هو رئيس النادي لازم يكون بيحب النادي طبعا، لكن وبيشعر ان هو عايز يحقق طبعا منتظر منك كتير وعايز مستني منك كتير ومستني من اللاعبين، وده شيء طبعا مشروع كرئيس نادي، عشان كده هو رئيس النادي لازم يحاول ويقود الفريق في الاتجاه الصحيح، لكن بيقود بايقاع مقبول كجنتلمان You feel good when you speak to him. لا بتشعر بسعادة، بتشعر براحة، بتتكلم معاك، بيعطيك احترام. He's got nothing else to give it back to him. وبتصيرش منك أي حاجة غير إنه بيدعم الفريق. وإزاي في تفاهم كبير بيني وبينه. Let me do my tactical. وبيسيبني أشتغل شغلي الفني. وبيساعدني مساندة كبيرة، بيقودني ساعات، بيوجهني في الحتة الذهنية، اللعيبة إيه بالظبط، النادي إيه، سياسة النادي، الجماهير متوقعين منك إيه، لأن بعض الأشياء I don't know the culture. ما بقاش فاهم ثقافة مصر، بقيت أعرف الثقافة المصرية دلوقتي. Who helps me. وأعرف عرفته من الناس اللي بيساعدوني. I was an Egyptian player. أنا Egyptian players think like this. بيجوا يقولوا لي خدوا بالك، اللعيبة المصريين بيفكروا بالطريقة دي، الجماهير المصرية بتفكر بالطريقة دي. Opposition thinks like this. خدوا بالكم، الخصوم بتفكر بالطريقة دي. And thanks to him for. أنا بشكر طبعًا كابتن خطيب لأنه بيساعدني كتير جدًا طبعًا. Said who's next to me. طبعًا وكابتن سامي. كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي قمصان، كابتن سامي وكابتن سيد ليهم دور كبير، احنا اسره واحده، كلهم زي اخواتي دلوقتي. لما بتبدا في اول تدخل ما بقاش عارف الدنيا شكلها ايه، ولسه قلقان بالاوضاع، لكن بصراحه الدفء اللي حطوني بيه، انا حاسس ان انا في عيلتي، انا حاسس ان انا عضو في اسره كبيره، بيقودوني وبيوجهوني ازاي اتفهم كل حاجه بالعقليه المصريه وازاي الناس بتفكر، وده مهم جدا للمدرب لما تروح لبلد غريبه، لازم يكون مقرب منك ناس بينتبهوا للبلد دي عشان هم فاهمين ازاي يتعاملوا مع اهل البلد. وطبعا عمرو مترجم وبيساعدني كتير جدا بتفاهم، مش بس في الترجمه فقط، في الثقافه كمان بساله. ده عمرو، ده جميل عمرو، طبعا عمرو محب، وهو طبعا اللي بيترجم لنا هذا اللقاء، واحد من الدكتور عمرو، طبعا واحد من الناس المحترمه جدا جدا، ويعني اهلاوي حتى النخاع، فاكيد بيدي لك الجرعه تمام يعني. No, I'm very close to him. انا قريب جدا منه.